بعد نهاية يوم الحقل والاجتماع ديال الفلاحة، نحن شركة بروغرين تشرفنا بتكريم الأخ عبد الكريم نعمان الفاعل الجمعوي والمؤطر والأستاذ الباحث وكل صفات اجتمعت في هذا الرجل، وتشرفنا ولنا الشرف الكبير أننا كرمناك في هذا اليوم، وكنتمنى من الله لك الصحة وطول العمر، وأنك تبقى على الميدان ديالك، وأنك تقدم الخدمات الجليلة اللي كتقدم في الميدان الفلاحي. وشكرا شكرا 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 شكرا. الابتسامات ديالك بعد هذا التكريم وتهضرنا على تهضر على بروغرين والاسترخاء. لا بد اجي باش ديرنا الزخم، عطيه هو غادي يصور لك. اولا تنشكر شركه بروغرين وتنشكر السي عبد الله على هذا التكريم في هذا اليوم المبارك خلال هذا اليوم الدراسي نظمته بروغرين مع بشراكه مع المشاريع المدنيه ومع المزارعين. هذا التكريم في الحقيقه اللي هو كان حضر فيه واحد تقريبا ما يفوق 200 مزارع في المنطقه ديال تيفلس اقليم الخميسات، واللي كان خلال واحد زياره ميدانيه واحد جبهه ميدانيه للشمام الاصفر لتقاوم التغيرات المناخيه، يعني تقاوم الجفاف والعطش، وكذلك تقاوم حتى بعض الامراض الطفيليه وخصوصا مرض البيوض، وكذلك حتى بعض الحشرات حشرات المن. وهذا تنشكر هذه الشركه بروغرين اللي في الحقيقه هذا يوم على هذا التاطير الميداني اللي تساهم في تكوين المزارعين ومدهم بالتكنولوجيا الحديثه اللي تخدم التنميه الزراعيه وتخدم التنميه الاقتصاديه في بلدنا الحبيب.